السلام عليكم الاصدقاء ديالنا الزوينين، لاباس عليكم؟ كل شيء مزيان، كل شيء بخير. كنتمنى هاد لا فيديو يلقاكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اول حاجه كنشكركم على الفيديو السابق، شكرا على لي لايك ديالكم وشكرا على الكومونتيرات الزوينين ديالكم. صراحه بزاف ديال الاسئله جاوني اليوم، غادي نحاول نجاوب على البعض من الكل. كيف ما وعدتكم بانني غادي نعاود ندير معكم مراجعه لكيفاش دايرين في الصوص، وشحال كيديو الوقت ديال الشارج، وشنو هما المميزات واشنو هما السلبيات ديال كل نوع من الايربود ديال الايبوغا. كيف ما كتشوفوا عندنا هذا النوع وعندنا هذا النوع وعندنا هذا النوع. اليوم غادي نتعرفوا كيف ما قلت لكم على الامتيازات ديال كل نوع، ونتعرفوا على كل وحدة شحال كتدي فلاشارج، وكل وحدة الصوت ديالها كيفاش داير. واول نوع غادي نبداو به هما هادو. كيف ما كتشوفوا الديزاين ديالهم، انا راه ديجا شرحت لكم بزاف ديال الحوايج، ولكن نعاود ناكد لكم الحوايج. انا وعدتكم انني نعاود ندير معكم مراجعه على حسب الصوت، على حسب المكالمات. بالنسبه لهادو الوزن ديالهم خفيف، حتى الثمن ديالهم بالمناسبه مع الكاليتي ديالهم راه ثمن مناسب. في الفيديو اللي داز كنت قلت لكم هادو، قلت لكم تقريبا 300 درهم، وانا غلط وكنعتذر. هادو كيديروا 370 درهم، هادو اللي كيديروا 370 درهم. صراحه هادو اللي عجبني فيهم انا بزاف هو المكالمه كتسمع لك صافيه نقيه، ما كتسمعش لك بعيده، لان الاغلبيه ديال الايربود اللي كاينين في السوق كتسمع لك المكالمه بعيده شويه، كتهضر بحال هكا ولكن كتسمع بحال حاط التليفون هنا، يعني بعيده بزاف. بالنسبه لهادو راه المكالمه ديالهم رائعه، كتسمع زوينه، حتى الصوت ديالهم دافئ. بالنسبه للاباس كتحس بلاباس، كتحس بالكروس، يعني عامره كتحس حتى في المكالمات كتحس بالصوت، راه معمر لك الاذن ديالك. وبالنسبه للشارج كيديو هادو كيديو 3 سوايع اونس، وكتعاود تشارجيهم بهذا، هذا كيشارجيهم 3 المرات، يعني 3 سوايع اونس في 3. صراحه هذا امتياز زوين. ارتيكل الثاني هو هذا، هو هذا. صراحه انا هذا الارتيكل عجبني بزاف، رغم الثمن ديالو رخيص بزاف انا عجبني. يعني ما منقولش مثلا هادو كيديروا 400 درهم، راه هادو غيكونوا احسن من هادو. هادو الثمن ديالهم 300 درهم. هادو صراحه كاليتي ديال الصوت عجبتني بزاف. طوب بالنسبه للشارج كيديو 4 سوايع، يعني 4 سوايع يخواو تعاود تشارجيهم بالباور بانك ديالهم، ويعاودوا يخواو لك ثاني وتشارجيهم، يعني تشارجيهم 3 ديال المرات. بالنسبه للباتري ديال الباور بانك فيه 350 ملي امبير، يعني زيد على هادو، هادو فيهم 250 ملي امبير. والحاجه الرائعه فيهم اللي عجبتني فيهم هو داروا فيهم يعني اليو اس بي مع الراس ديال الايفون، مقارنه بالاخرين كيديروا معاهم تيب سي. بالنسبه لابلي بار ديال الناس ما عندهمش تيب سي، كيكون عندهم غير اليو اس بي، تضطروا انهم يمشيو ياخذوا راس ديال الشارجور يو اس بي. بالنسبه لهادو لا، هذا امتياز زوين داروه في هاد ليزيات. بالنسبه للصوت ديالهم رائع بزاف، وكيجيو حتى في الودن ثابتين ما كيطيحوش، ما تخاف من حتى شي حاجه، الحجم ديالهم مناسب، وكيجيو معاهم التجليدات. يعني بالنسبه للناس اللي كيبغيو الصوت يكون مجموع، ما يدخلش لك النويز، ما يدخلش لك الضجيج ديال الزنقه، ما يدخل لك حتى شي حاجه، كدير هاد ليزيات هادو، كدير لهم هاد الجليدات عفوا. هادو جليدات زوينين مناسبين بالنسبه للناس اللي كيبغيو جليدات، اما بالنسبه لي انا نخليها بحال هكا احسن. علاش خصني دائما نبقى نسمع؟ يعني يقدر يعيط لك شي واحد، تقدر شي سياره تكلاكسوني عليك، شي دراجه ناريه، شي حاجه ما تسمعش. هادشي علاش عجبوني هادو. وبالنسبه للشارج ديالهم صراحه مزيان، راه شوف واخا تشوف هنا 4 سوايع، راه كيديو اكثر من 4 سوايع الا خدمتيهم كونتيني خط واحد ما طفيتيهمش كاع، غيديو لك 4 سوايع حتى 5 سوايع. اما بالنسبه الى كنتي كتخدمهم غير شويه، ولا كتحتاجهم غير في المكالمات وكتعاود تقطع، راه يقدروا يديو لك حتى 8 سوايع. صراحه هذا الشيء باش عجبوني انا هادو بالضبط، رغم الرخص ديال الثمن ديالهم 300 درهم ماشي شي حاجه بزاف. دابا كاينين الناس كيمشيو كيشريو
كيشريو ايربود اللي هما اوريجينال ب 3000 درهم، وهذا كنقول انا بالنسبه لي انا بزاف، يعني كاينين طلبه او كاينين الناس اللي خدامين الصالير ديالهم محدود ما يقدروش ياخذوا ايربود ب 3000 درهم ولا ب 2500 درهم. انا صراحه هادو عجبوني بزاف، وهادو هما اللي غادي ناخذ ليا انا. اما بالنسبه للارتيكل الاخير اللي هو هذا، هادو طبق الاصل ديال الايربود برو الاوريجينال، هادو طبق الاصل ديال الايربود برو الاوريجينال كيف ما كتشوفوا، حتى هادو زوينين خفاف. بالنسبه للباتري ديالهم ديال هادو، هادو راه كيديو 4 السوايع اللي كيديو وكيخواو كتعاود تشارجيهم بهذا، هذا راه كيشارجي ملك 3 المرات حتى 4 المرات. احسن خاصيه واحسن امتياز اللي داروا فيهم هو البلوتوث ديال 5.1. البلوتوث 5.1 بالنسبه للناس اللي كيلعبوا الالعاب كيكون واحد الروتار عباره عن واحد التاخر بسيط غير ملحوظ. بالنسبه لهادو راه داك التاخر ما كيبانش، كيجي داك التاخر الفرق ديال الثانيه تقريبا ولا ما كاملاش، حتى هما رائعين عجبوني انا. ولكن انا المشكل الوحيد ما كيعجبونيش الجليدات لانهم كيسدوا الودن. بالنسبه لهادو راه طاكسيل من هنا، يعني تقدر تكليكي مثلا يصوني عليك شي، تجيك شي ابيل تكليكي من هنا تجاوب من هنا، تقدر مثلا تدوز الاغاني تكليكي جوج المرات تدوز، تكليكي ثلاثه المرات ترجع للخلف، يعني حتى هذا امتياز زوين دايرين فيهم. راه كيف ما تنقول لكم راه طبق الاصل، لا بالنسبه للعلبه ديالها لا بالنسبه للبواطي ديالها لا بالنسبه لكلشي. اسمع حتى هادو حتى هما زوينين، وكيف ما قلت لكم راه بالنسبه للباتري ديال هادو، الباتري ديال الباور بانك راه فيه 300 ملي امبير اللي فيه، وهذا حتى هو يعني حتى هذه خاصيه زوينه. بالنسبه للعلب راك شفتوا معنا العلب كيفاش دايرين الكاليتي ديالهم، والحاجه الواعره حتى هاد العلبه هذه داروا فيها USB مع راس ديال الايفون، هذا امتياز زوين. اما بالنسبه للمكالمات في الارتيكل الثالث، المكالمات كتجي واحد شويه يعني الصوت بعيد واحد شويه، ولكن ما زعما ما كاينش فرق بينهم وبين الارتيكل الاول بين هذا، يعني الا بغيتي مثلا السماعات اللي يكونوا كاملين متكاملين غادي نقول لك طلع من 1500 درهم الفوق. يعني الا بغيتي سماعات ما تسول على حتى شي حاجه، ما تسول على روتار لا على شارج، ما تسول على حتى شي حاجه، راه 30000 ريال الفوق. لذلك انا كنقول لكم هذا راه في متناول الجميع، والثمن ديالهم بالنسبه لهذا الارتيكل راه 400 درهم باش كيديروا، راه ملي كتكونيكطيهم مع الهاتف راه كيطلعوا لك في الهاتف في البلوتوث كيطلعوا لك شحال فيهم ديال لا شارج، يعني واش 100% واش 60% واش 70%، انفو كيساليو كتعاود ديرهم هنا كيتشارجاو. كيف ما قلت لكم هذا كيشارجيهم حتى لثلاثة ديال المرات. صراحة ارتيكلات بثلاثة في المستوى. الايبوغا دارت واحد العمل رائع، وبالنسبة للايبوغا راه ماشي عندها غير لي زيربود، راه عندها الايربود، عندها لي كلافي ايبوغا، عندها لا سوري حتى هي ايبوغا، عندها لي باور بانك، عندها شارجورات، عندها حتى لي زيت ديال الخيط راه عندها. شركه دارت داكشي في المستوى. حتى لهنا كنكون اوشكت على نهايه هذا الفيديو، كنتمنى تكونوا استفدتوا وعرفتوا شنو بغيتوا تاخذوا. شكرا لكم على تتمه الفيديو، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. تحياتي لكم.